ميلاد ال 12 احنا بنشكركم طبعا، وبنجدد الثقة في ان انتوا ناس مهنيين، وزي ما بيقول الاستاذ مصطفى عندكم خير، جواكم خير يعني. معقول معقول ولا لا؟ جواهم خير كبير. طب الحمد لله، عندهم انتماء للمكان الحمد لله بفضل ربنا الحمد علينا. لله احنا دايما بنفتخر بالوطن، وبنفتخر ودايما اقول ان الوطن من افضل البيئات الصحفية في مصر. كل سنة والوطن رقم واحد، وكلنا متجمعين مع بعض وبنزيد اكتر، والناس اللي في اجازات يرجعوا يشتغلوا معانا. بنحتفل كل من خرج من الوطن واسس صحيح. في مكان اخر او برز في مكان اخر بيحتفل بينا زي كانه موجود معانا بالظبط. ربنا يديم علينا الهدوء والنجاح، وكل سنة وانتم طيبين. انا كمان عايز اشكر الدكتور مسلم ودكتور احمد، وبشكركم طبعا، لان انا عندي وجهة نظر دايما ان المحرر الصغير هو روح الجورنان وهو مستقبله، والوطن طول عمرها يعني مدرسه كبيره جدا في اخراج المحررين الصغيرين اللي بيشيل المؤسسه سنوات طويله جدا. 12 سنه انا مش مصدق انهم مروا، مش مصدق، حاسس ان احنا كنا لسه امبارح قاعدين بنخطط للجورنان وبنشوف هيطلع ازاي. فكل احتفال طبعا انتوا اصحاب الفضل ابدا، احنا كل شغلنا في الاخراج بيجي تالي لكل الشغل اللي انتوا بتعملوه. كل الشغل اللي احنا قدرنا نعمله في الوطن كان الفضل الاول لمجهودكم والمجهود كل الساده المحررين والزملاء اللي كانوا موجودين، فده كان فضلهم العظيم.